بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في قناة أخبار عاجلة مع هذا الفيديو الجديد عن قائمة فريق النادي الأهلي لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل. في البداية بذكركم مشاهدينا متابعينا اللي بيتابع قناتنا لأول مرة، اشترك في قناتنا وفعل زر الجرس يوصلك منا كل جديد. أعلن الأوروغواياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى جنوب أفريقيا لخوض مواجهة صن داونز، ويلتقي المارد الأحمر مع نظيره سان داونز الساعة 3 عصر يوم السبت المقبل في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وضمت قائمة فريق النادي الأهلي 21 لاعبا، وهم في حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي، في خط الدفاع أيمن أشرف ومحمود وحيد وسعد سمير وأحمد فتحي ومحمد هاني وعلي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة. أما في خط الوسط عمرو السولية وكريم نيدفيد وحسام عاشور وحمدي فتحي ورمضان صبحي وناصر ماهر وحسين الشحات. أما في خط الهجوم وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن وجونيور أجاي. في النهاية بشكر حضراتكم مشاهدينا متابعينا، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.